أصدر رئيس بلدية مسقط معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ قراراً وزارياً بإصدار لائحة تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض. 81% نسبة استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية حسب استطلاع لقياس مدى رضا الأفراد عن الخدمات الحكومية الإلكترونية في السلطنة نفذته هيئة تقنية المعلومات. السجن 3 أشهر وغرامة مالية ضد متهم أوهم المستهلكين عبر إعلان إلكتروني بأنه يملك مكتب استخدام عاملات منازل في البريمي بعد بلاغ من مستهلك دفع له 1200 ريال عماني.